مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامج أديان. في الأشهر الأخيرة كان هناك نقاشات وعدة مقالات عن التجارب السريرية في الجزائر. في هذا الصدد ارتأت وزارة الصحة أن تنظم ندوة علمية تحت عنوان الأخلاقيات والتجارب السريرية تحت إشراف البروفيسور الحاج محمد. شارك في هذا الملتقى خبراء جزائريين وأجانب وأعضاء لجان الأخلاقيات. كانت هذه المناسبة أيضا فرصة لتحيين المعارف والمعلومات في مجال البحث العلمي، خاصة أن الجزائر متأخرة نوعا ما مقارنة بالدول المتقدمة. لمناقشة هذا الموضوع أسعد باستضافة البروفيسور الحاج محمد منظم هذه التظاهرة. أهلا بك بروفيسور. شكرا على الاستضافة. أسعد باستضافة أيضا البروفيسور مرزاق غرناوط عميد كلية الطب بجامعة الجزائر. أهلا بك بروفيسور. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. نشاهد هذا التقرير الصحفي ونعود إلى الاستوديو. الأخلاقيات والأبحاث السريرية كان موضوع الندوة العلمية التي أشرف على افتتاحها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد. الندوة شارك فيها خبراء ومختصين جزائريين وأجانب لعرض تجاربهم في الأخلاقيات والأبحاث السريرية الجزائرية والدولية. فلقاؤنا هذا اليوم فرصة لتبادل آراء، لتبادل خبرات ومناقشة وتقييم أخلاقيات والأبحاث السريرية، وهو ما يهدف من جهة إلى التعريف بأبعاد أخلاقية البحث بشكل أفضل، ومن جهة أخرى تطوير الحوار والتبادل بين مختلف الجهات الفاعلة في مجال البحث السريري من مهنيين وهم الباحثون والأطباء ولجنة الأخلاقيات والسلطات التنظيمية وكذا جمعيات المرضى، مما يسمح لنا بتناول مختلف التساؤلات التي تطرحها قضايا الأخلاقيات والأبحاث السريرية. لقاء كان فرصة لتبادل الخبرات بين أطباء قدموا من الخارج ومختلف ولايات الوطن. نحن دائما كلنا كقطاع صحي أو كمهنية عالم الصحة أول شيء بنحلف حلف هيبوكرات، كلنا بهمنا المريض أولا، باندفاعنا العلمي لنطور الأبحاث ونلاقي له علاج أفضل، نلاقي له تشخيص أفضل. إذا ما مرقت الأمور من راحته وحقوقه بأول ما بدأ الأبحاث ما بنكون عملنا شيء صالح، لبالعكس. من هالمبدأ اجتماعنا اليوم ضمن تنظيم منظومة القطاع الصحي للأبحاث الطبية والسريرية بشكل خاص بتجي ضمن أول شيء لجان الأخلاقيات ومعاملتها مع الغير، لأنه فعلا لما بتتنظم كل هالأمور بالجزائر، الجزائر بلد عظيم، بلد غني كتير سياسيا اقتصاديا، كفاءات الطبية أنا بشهد لها بكل العالم من زملائي الأطباء الجزائريين ومهني الصحة، بيخلي الجزائر تكون مؤهلة تكون من الدول الرائدة الأفريقية والمتوسطية والعربية بمجال الأبحاث الطبية وتلعب دورة. حماية الأشخاص والبحث عن الجودة والأصالة من أهم سمات البحث السريري الحديث، وهو ما تسهر عليه وزارة الصحة لصالح المرضى. بروفيسور الحاج محمد، من سنة 97 إلى 2011 كانت هناك تقريبا 132 دراسة حول التجارب السريرية. ما هي التجارب السريرية وما هو تاريخها في الجزائر؟ التجارب السريرية في الجزائر دال التقنين تاعها في 97، لكن كان لونكراج جوريديك ليجيسلاتيف في القانون الصحة من 85. ككل دول العالم الإطار القانوني للتجارب السريرية تقريبا حديث في العالم، حتى في فرنسا لا لوا يوري خرجت في 88، لي بون براتيك كلينيك خرجوا في الثمانينات، لي زي سي اش خرجوا في التسعينات، القوانين في كندا خرجت في 89. دونك القوانين تعطير احنا وزارة الصحة بدات القوانين تاعها باش ديفلوبيهم وتكوفري المجال تاع التجارب السريرية في 97.
لازم نقول القانون هدف كي نديروا قانون هو الهدف التجارب السريرية هو حماية المواطن والمرضى اللي راح يشاركوا في التجارب السريرية، هذا هو الهدف الأساسي بالنسبة لأي دولة اللي راح. لكن ما هو حالة الواقع ليطا دي ليو اون الجيري، يعني حالة واقع التجارب السريرية في الجزائر، ما هي المكانة الجزائر؟ هل هذه التجارب السريرية استثمرنا فيها؟ هل حقيقة تغطي كل احتياجات الأطباء الذين يبحثون في الميدان؟ بالنسبة للتجارب السريرية كانت من قديم الزمان في الجزائر، لكن ما كانت تستمر بالإطار القانوني كما العديد من الدول. لازم يكون هناك لجنة أخلاقيات الطب، التجارب السريرية أصبحت إجباري في العالم وفي الجزائر، لازم يكون المريض يوافق باش يكون في التجربة السريرية. المريض عنده الحق في أي وقت يسحب الموافقة نتاعو ويخرج من التجربة السريرية، هذا أهم شيء اللي كان في كل قوانين العالم بالنسبة للتجارب السريرية. تكلمت عن 132 بحث اللي مروا بهذا الإطار القانوني، لكن من 2011 حتى 2017 كان 137 ككل، من اللي درنا الإطار القانوني كان 170 تجربة 270. لو نقارن بالعالم بروفيسور الحاج، تقريبا في 2012 كنا في تقريبا 100,000 بحث سريري، الآن رانا تقريبا 400,000، ما هي قيمة 137 بحث مع 400,000 بحث عالمي؟ لو كان نوري لكارت المخرج أمكن يعطينا الخريطة تاع العالم حتى نشوفه. راح نشوفه بالنسبة لدول العالم. التجارب السريرية في 2022 كان 400,000 تجربة، هذه في 2022. لا هذه 2022 كان غلطة في الرقم، هو 400,000 تجربة. 74% من التجارب راح تندار في أمريكا الشمالية، في أوروبا واليابان، هاد هما اللي يقوموا بالتجربة. لما نقول أوروبا يعني بريطانيا كومبري، يعني بريطانيا أوروبا ككل. أو نشوفوا الأرقام، 150 فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، 117 في أوروبا وفي اليابان. بالنسبة كي نشوفوا اللي بول اللي راهم يجيو أفريقيا، إلى نقدر نشوفوا الخريطة أفريقيا، عدد التجارب السريرية ما يمثلش أكثر من 3%، 3% من التجارب السريرية في العالم، هذا رقم ضعيف جدا بروفيسور. وف بالنسبة لمويان أوريون راهم قريب 5%، كانوا في السابق ما لحقوش 0.5. يعني شبه الجزيرة العربية والشرق الأوسط أصبحوا أكثر من الإفريقية كقارة ككل، بالرغم من عدد الهائل السكان اللي في أفريقيا بالنسبة للدول المويان أوريون. راح نلاحظوا في الخريطة أيضا، في خريطة أفريقيا، الدول اللي راح تدير عدد أكبر من التجارب السريرية هي الدول اللي عندها مستوى طبي مرتفع، وراح تشوفوا في كل ما تكون دولة تقوم بتجارب سرية، لأن هناك منفعة بالنسبة للدول، بالنسبة للمرضى أولا لأنهم يقدروا يشوفوا أدوية جديدة اللي اكتشفت في الأواخر، دونك ويقدروا يشاركوا في التجارب السريرية. كان أيضا الخبرة اللي يكتسبها الأطباء عندما يعملوا في التجارب السريرية. لكن باش نهني المواطنين، شيء مهم، ما كانش تجربة سريرية تقوم في الجزائر بلا ما تكون قائمة في معظم دول العالم، وتحققنا من لا سيكوريتي تاع لا بروتيكسيون دي بيرسون. لأن شيء مهم، ضعف عدد التجارب السريرية في دولة هو بالنسبة للتحسيس والإقبال المرضى باش يشاركوا في التجارب السريرية. بروفيسور غنوط، لو نشوف نفس هذه الخريطة نفس الأرقام، ما تعليقكم على نشوف كما قال البروفيسور الحاج أمريكا الشمالية 249,000 تقريبا 250,000 تجربة سريرية،
إلا في أمريكا الشمالية، يعني ما بين كندا وأمريكا الشمالية رقم هائل. أوروبا حتى الصين يعني اللي كانت متأخرة، الآن الصين 50,000 تجربة سريرية في 2020. الهند مقارنة 6,900 مقارنة بالأرقام الإفريقية والجزائر. هل نحن في ديناميكية أم لازلنا متأخرين في هذا المجال؟ شكرا. هي كما يقولوا مقارنة بالأرقام، لغة الأرقام هي كما يقولوا لغة صعبة. لماذا؟ لأن عندما نتكلم بلغة الأرقام نتكلم بالمحيط المهيئ لكل بلد. حنا نشوفوا بلي أن أكثر من ما يقارب 152,000 تجربة سريرية في أمريكا، وإفريقيا ما يقارب 113,000 أقرب صدر ما يقارب 14,000 تجربة سريرية. هذوك 14,000 هم خاصة العدد الكبير كبير جدا راهو في إفريقيا الجنوبية وكذلك في مصر. الجزائر حاليا صدرك منذ زمن قديم قامت بالتجارب السريرية ولكن بأعداد قليلة، ولكن هذه الأعداد القليلة هي أعداد إن شاء الله تهيئ البلاد تاعنا إن شاء الله لإن شاء الله كما يقولوا من الآن فصاعدا إن شاء الله ندخلوا في هذا المجال وندخلوا إن شاء الله كما يقولوا بكل الخبراء الجزائريين المتواجدين حاليا وكذلك الخبراء المتواجدين كاينت في الخارج ان شاء الله يد في اليد ان شاء الله. وان شاء الله كما يقولوا هذه الاعداد ان شاء الله سوف تتغير ان شاء الله كما يقولوا. يعني نحن في ديناميكيه تصاعديه بروفيسور؟ نعم هنالك ديناميكيه. انا نقول لك الحاجه كما يقولوا المهمه هي ان المحيط القانوني الحالي هو بالنسبة للمحيط القانوني، دعني أقول القوانين التي تؤطر التجارب السريرية في الجزائر حتى ننظمها حتى لا تكون عشوائية. احنا نعرفه كان مقرر في 2009 كان القانون 387 و388 لسنة 2005 حتى في قانون صحة 18-11 كل هذه القوانين تناولت الجانب تناولت التجارب السريرية. المحيط القانوني هل هو مؤطر؟ نعم المحيط القانوني هو مؤطر ومحفز للأبحاث السريرية. منذ الديكلاراسيون ديل سانكي في عام 1967 الجزائر دخلت في كما نقولوا في تنظيم المحيط القانوني. كان مقرر تاع 387 وكذلك 388 لسنة 2006 الذي ينظم كل الأعمال السريرية، دور ومهام كل من الذين هم في التجارب السريرية صدق المرضى وكذلك الأطباء المختصين وكذلك الشركات التي قامت بإعطاء هذه التجارب السريرية. وهنالك المقرر 1200 لسنة 2009 وحاليا هو القانون المتعلق بالصحة قانون 18-11 اللي فيه أكثر من 60 مادة للأخلاقيات المهنة ليل فيها التجارب السريرية فيها التجارب البيو الطبية. ولا ناخذ فصل التجارب السريرية هنالك 23 مادة مخصصة لهذه التجارب السريرية. دونك كي نشوفوا هذه الأشياء كاملة يعني القانون اللي اكتواليزي حتى اللي اكتواليزي كاين قوانين كلش لابد علينا الان. ونشكر وزاره الصحه التي قامت بتنظيم هذه الندوه تحت عنوان اخلاقيات والتجارب السريريه. ان شاء الله كما يقولوا سي كومونيكاسيون سي انفورماسيون اون فورم اي اون انفورم نو ميدسان باللي الحمد لله حاليا هنالك كما يقولوا باب لهذه الأبحاث السريرية. إن شاء الله نقوم بها في نظام في كما نقولوا في شيء منظم ومقنن إن شاء الله. إن شاء الله. بروفيسور الحاج قمتم بتنظيم هذه الندوة تحت إشراف وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمن بن بوزيد. لماذا هذه الأخلاقيات
الأخلاقيات والتجارب السريرية. هذا التام، هذا العنوان، لماذا الأخلاقيات؟ ما هي العلاقة العضوية ما بين الأخلاقيات والتجارب السريرية؟ البلي اسونسييل، العمود الفقري نتاع التجارب السريريه هو لي كوميتي ديتيك، لجنات الاخلاقيات. بدون هذه اللجنه الا ما عطاتش الموافقه نتاعها ما يقدر من حتى بلاد ما تقدر تدير تجربه سريريه. فارتينا ان لازم نجتمعوا مع اللجان هذه، لان عدد نتاع التجارب قليل جدا، الخبره ثاني اصبحت اقل، وكان تبدلوا، كان اللي راحوا التقاعد، كان اللجان اللي جاوا، لازم يكون تكوين بالنسبه لهذه اللجان. فالاخلاقيات هي العمود الفقري نتاع التجارب السريريه، لازم نركزوا عليها باش نقدروا نديروا تجارب سريريه اللي تقبل من طرف المواطن، من طرف الاطباء، ومن طرف العالم. يعني حتى ننوروا الراي العام، من يقرر هذه التجارب السريريه؟ انا رئيس مصلحه في مستشفى جامعي، اريد ان اعمل تجارب سريريه، يجب ان اختار لجنه الاخلاقيات او اختار وزاره الصحه او اختار من؟ الطلب نتاع اجراء تجربه سريريه يقدر يجي من مستشفى، من رئيس مصلحه، من معهد طبي، يقدر يجي من مخبر انتاج الادويه. معظم نتكلموا كثير على التجارب نتاع الادويه، لكن التجارب السريريه او لا ريشيرش كلينيك ماشي غير الادويه، لان كاين دي بروتوكول شيرجيكو اللي هما عمليات جراحه لازم فيها ابحاث يقوموا بها، كان حتى على الطريق النفسي لابسيكولوجي فيها تجارب أيضا، المواد الدياغنوستيك باش نشخصوا أمراض لازم كان تجارب، كان استراتيجية مكافحة السل، سين استراتيجي مونديال، وكانت استراتيجية في الجزائر كيفاش نكافحوا السل، دونك كان بحث علمي بالنسبة لاستراتيجية مكافحة السل. فهذا إطار كبير بالنسبة للتجارب السريرية اللي تطرقوا لي. كي يكون طلب نتاع إجراء تجربة سريرية، أول شيء هو يكون مفاهمة بين اللي طلب التجربة السريرية والانفستيغاتور اللي هو راح يقوم بالتجربة في المستشفى، يتفاهموا ومن بعد يقوموا باللابوراسيون تاع البروتوكول تاع لا ريشيرش. هذا البروتوكول لازم يجوزوه على لجنه اخلاقيات الطب السريري، هذه هي الاول اطار. كم كاين لجان اخلاقيات هنا في الجزائر؟ كاين 9 في كل التراب الوطني. كل التراب الوطني هو تقسيم جهوي؟ لا لا، هو كل مستشفى عنده الحق يعمل لجنة أخلاقيات، لكن الطلب على لجان الأخلاقيات والتجارب السرية قليل. ف9 لجان غطوا المستوى الوطني، لان كي تكون تجربه سريريه راهي تكون في عنابه، في الجزائر، في وهران، في لحد الان. لو يكون طلب اكثر يمكن نزيد بيان سور، وراح يفرض روحه الطلب، لان كي يكون طلب المستشفى اخر في سيدي بلعباس يقول لازم نديروا نكونوا لجنه عندنا، لان كاين طلب بالنسبه للتجارب السريريه. هذا شيء راه يجي من القاعده اللجان، لكن وزارة الصحة راهي تشجع باش يكون هذه اللجان في كل المستشفيات. شكرا بروفيسور الحاج. بروفيسور مرزاق غناوط، عميد كلية الطب، كيف كلية الطب ستشارك في هذه الديناميكية للتجارب السريرية التي نحن بأمس الحاجة لها، للمريض بأمس الحاجة لها؟ نعم، هي كي نتكلموا على البحوث السريرية نتكلموا على 4 أشياء. نقدروا نديروا بحث سريري لمعرفة سلامة وفعالية دواء معين، وكذلك لمعرفة سلامة وفعالية جهاز معين، وكذلك منتجات التشخيص، وكذلك البروتوكولات الصحية الموجهة لاستخدام البشري. هذو ما كامل كما نقولوا النقاط الأساسية في البحوث السريرية. البحث السريري نقدروا نديروه يكون موجه
للوقاية، يقدر يكون موجه للعلاج، وكذلك يقدر يكون موجه للتشخيص. الجامعة الجزائرية كما قلوا لها دور فعال وأساسي. لماذا؟ لأنها هي كما نقولوا اللبنة الأولى اللي تعطي كما نقولوا للبروفيسيونال المختصين في مجالات متعددة، مجالات طبية، مجالات جراحية، مجالات طبية وجراحية، ومجالات كما نقولوا تاع الفوندامونتال العلوم الأساسية. كما نقولوا بالمعرفة تاعهم لكل هذه كما نقولوا الدراسات، وحنا كما تكلم عليها الأستاذ الحاج على لو سيركوي تاع التجربة السريرية، كما يكون لو بروموتور كما قال لك يقدر يكون كذلك واسمه الطبيب صدر المختص راح يوجد الأطروحة تاعو إنتاز، يقدر لابد عليه أن يجوز الأطروحة تاعو على لجنة الأخلاقيات. هنالك لجان موزعة في المستشفيات الجامعية عبر التراب الوطني، وكما نقولوا لا كومبوزيسيون تاعها التمثيل هو تمثيل شامل، كاين أطباء مختصين، كاين ممثل جمعية المرضى، كذلك كاين رجل قانون في هذه اللجان، وكذلك هنالك طبيب عام. هذه اللجنة عندما كما يقولوا جهة لها الملف يكون ملف كامل لهذه التجربة، يقوموا بالدراسة تاعو، كي يقوموا بالدراسة تاعو يعطوا الموافقة المبدئية. علاش؟ على بها سي كما يقولوا سي دي كوميسيون اللي عندهم انافي كونسلتاتيف، اون دون انافي ونبعثوه الوزارة، في الوزارة اللي عندهم انافي كما يقولوا الفا ديليبيري بور بوفوار سادير كو بروسيدي على رياليزاسيون دو ليسي كلينيك. هذاك ليسي كلينيك سادير كو البروموتور كما قال لك شركة ولا مخبر ولا معهد يخير ان اكسبير ان انفستيغاتور، يقول له فوالا هذيك الدراسة، يشكل كما يقولوا الفريق مختص اللي راح يقوم له بهذه التجربة السريرية. ولكن الحمد لله درك كي كاين الإطار القانوني كما يقولوا الإنسان اللي راح يمد التجربة السريرية ولا الإنسان اللي راح يقوم بها راهم محميين قانونيين، عندهم كامل واسم المهام تاعهم وعندهم الدور تاعهم عندهم كلش. لازم نفرقوا بين كما نقولوا الممارسه السريريه والتجربه السريريه، شيئين مختلفين. لماذا؟ الممارسه الطبيه السريريه هي لا براتيك ميديكال تاع تولي جور، الطبيب هو في المستشفى تاعو او يعمل كلش، ولكن التجربه السريريه هي يدخل تجربة بهدف معين، عندها هدف معين اللي راح يقوم به. لماذا؟ اللي راح بوتيت راح يدخل دواء، راح يسي دواء ولا راح يشوف الجهاز اسك يعطي كما نقولوا بلوس دانفورماسيون بارابور الجهاز الاخر، راح يدخل حاجه يقوم بها. الغرض واش هو؟ الغرض انه نقوم نجيبوا النتيجه باش نقولوا باللي هذا الدواء راهو فعال بالنسبه للدواء المتواجد في السوق، ولا بالنسبه صدر نقدروا نقولوا اون برولونغ صدر كو اون بو ان اكستنسيون دا ميم تاع الميديكامون، نقولوا باللي يصح لهذا الشيء ويصرى الى شيء اخر. دونك الغطاء القانوني موجود، والحمد لله ان شاء الله درك بها كيما نقولوا ان شاء الله مع وزاره الصحه اون فا ايسي دو روديماري دو نوفو هاد لي زيسي كلينيك ان شاء الله. البروفيسور الحاج عندك تعقيب؟ عندي نقطة فقط، لجنة أخلاقيات الطب باش تعطي الموافقة نتاعها أو نقطة إجبارية هي ما التجربة هذه لازم تكون عندها فايدة للمريض، ما تقدرش تكون انفيريور على الأدوية اللي موجودة حاليا، لازم تكون في نفس المستوى أو أعلى باش يقبلوا التجربة هذه تندار. دونك كاين تجارب قبلها بري كلينيك يسموها، ومن بعد تلحق لها دوتر فاز، فاز اون، فاز دو، فاز ثرو. دونك لجنه اخلاقيه الطب راهي تشوف الى هذا الدواء
عنده فعالية، لأن ما عندناش الحق باش نحرم من المريض إذا كان دواء أحسن من اللي راح نقوموا بالتجربة نتاعو باش نعطوه. لكن كيف نعرفوا إذا كان أحسن ولا ليس أحسن؟ بالنسبة للتجارب اللي فاتت عفوه، بالنسبة للبري كلينيك اللي تندار على الكوباي وعلى الخلايا إيمان في إن فيترو ماشي عند العبد، ومن بعد نبداو بال لا فاز 1 راح نشوفوا اسكو لا توليرونس نتاع هذا الاخر الدواء هذا اسكو الجسم الانسان يتحمله ولا لا، ومن بعد باش نجوزوا على بالنسبه للمرض هذا اسكو يعطي نتائج، وهذا تندر على عدد قليل من المرضى. دونك لا فاز 1 فاز 2 ومن بعد نحكوا التجارب الكبيره وين راح اللجنه حتى في التجارب الاولى والثانيه اللجنه عندها راي فيهم، ومن بعد باش تسمح باش يديروا التجربه السريريه على عدد كبير من المرضى. شكرا بروفيسور الحاج على هذا التوضيح. فاصل قصير ونعود الى الاستوديو. إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أهلا بكم من جديد في الشطر الثاني من برنامج أديان. موضوعنا اليوم الأخلاقيات والتجارب السريرية. دائما رفقة البروفيسور الحاج محمد منظم ملتقى التجارب السريرية بفندق الأوراسي، والبروفيسور غرناوط مرزاق عميد كلية الطب. بروفيسور غرناوط، قبل ما تكون رئيس مصلحة في بن مسوس كنت رئيس مصلحة في رويبة، هل قمتم خلال مشواركم كرئيس مصلحة للأمراض الصدرية بتجارب سريرية في هذا القبيل؟ نعم، كل المصالح قاموا بتجارب سريرية. احنا في المستشفى في مصلحة الأمراض الصدرية قمنا بالعديد من التجارب السريرية، من بينها تجربة على السرطان الرئة، وكذلك تجربة سريرية حول ال بي بي سي كما نقولوا القوى واسمه التهاب القصبات الهوائيه المزمنه. وكان في كي كملنا لي زيتود كانوا احنا ابري ليتود لا شوز لا بلوز امبورطون بور ان انسيون دو لونيفرسيتي سي لارتيكل، والحمد لله قمنا كما نقولوا خرجنا دي زارتيكل في هاد لي زيتود. C'est-à-dire que les études, ce n'est pas une personne, mais c'est une équipe. Fariq, Fariq tibbi, mutakamel, ya'mel min ajl hadaf mu'ayyen, wa li kima nqoulou bach nchoufou kamel nataij. Ou fi tajriba sariria, la budda min istighlal كل النتائج، النتائج السلبية لابد من استغلالها، وكذلك النتائج الإيجابية لابد من استغلالها، ولابد كذلك من كما نقولوا إعطاء هذه النتائج لكل الأسرة الجامعية. صدر كو يلفو لا شوز لا بلوز امبورطون سي دو ديسيميني لي ريزولتا دو نيمبورت كال اتود كلينيك pour l'ensemble de nos collègues. يعني يجب النشر. لابد من عندنا مشكل، نسالك الان كعميد كليه الطب، لماذا عندنا مشكل في لي بوبليكاسيون يونيفرسيتير، في لي بوبليكاسيون دو لا ريشيرش سيونتيفيك، البحث العلمي، خاصه ان الوزير الاول كان اشرف على تنصيب اللجنه الوطنيه للبحث العلمي. نحن جد متاخرون بروفيسور غرناوط كعميد كليه الطب، لماذا لا نقوم بالكثير من منشورات في المجلات العلمية الرائدة كساينس كنيو انجلد جورنال كلانسيت؟ لا صدر كل هنا كما يقولوا هنالك عدة صدر كل واحد يدخل كما يقولوا يشوف السكوبيس سكوبيس يشوف بلي هنالك عدة كما يقولوا أساتذة جزائريين عندهم لانديس اش الفي تريز الفي. هنا كاين ميلك كما يقولوا لازم القاطرة، كاين هنالك ناس فئه راهي تنشر، لابد احنا ما نحبوش كما نقولوا فئه عدد شويه قليل، لابد نحبوا نعموها على كل الاساتذه في الجامعات وفي في المعاهد وفي المدارس. الى ان برودكسيون سيغت سيت برودكسيون ان ني با اوسي ريش، مي
اون دوا صدرك الحمد لله افونتيير والوزير الاول قام بتنصيب اللجنه الوطنيه للبحث العلمي والتكنولوجيات وفيها كما يقولوا اسماء معروفه اسماء اللي عندهم براعات اختراع اكثر من 1500 براعه اختراع وهذا شيء يشرف وحنا كما نقولوا لابد من كما نقولوا القيام دي باسخيل بين الاستاذ الجزائري والاستاذ الجزائري الذي يعمل في الخارج ان شاء الله باش كما نقولوا حاجه ما تبناش وحدها لابد كما نقولوا كل واحد يجيب حجره تاعو باش نقدروا نبنوا حاجه صحيحه وكما نقولوا سمان تاع هذا البنيان هو الاطار القانوني لكل شيء لابد من اطار قانوني ليحمي الانسان اللي عنده براعه اختراع الانسان اللي راح يدير تجربه الانسان حتى المريض راه يكون محمي من قبل هذه كما نقولوا المريض لابد كان المريض من معرفه الهدف من هذا البحث السريري ثانيا المريض لابد كي يروح يسيني لو كونسونتمون يسموه يقولوا له باللي تقدر في اي وقت تنسحب من البحث السريري ولك كل الحق بان المستشفى يكمل معك العلاج والتكفل ثانيا لو كان صاروا له كما يقولوا تاثيرات جانبيه لابد على الانسان اللي اعطى التجربه لابد من القياس المعالجه والتكفل التكفل به حنا تكلمت لي على لا برودكسيون ورحنا لاخر سي امبورطون هاد لا برودكسيون الحين نديروها كانت بمشاركه المريض النتائج لهذه اعرف حاجه بلي الجزائر كانت سباقه في البحوث السريريه لماذا كانت سباقه لانها بور مرض السل لا توبركلوز حنا باش العالم رجع حاليا يستعمل لو ريجيم كور تاع 6 اشهر على بها لو ريجيم بكري البروتوكول الدوائي اللي كان للمرضى مرض السل دينا بعامين 18 12 ورجعنا دركات يسموه البروتوكول كور دو 6 موا وين دار لو 6 موا هنا في الجزائر وكان من بين الخبراء كان الاستاذ 1982 8 في الثمانينات كان الاستاذ شوري والاستاذ العرباوي اللي قاموا بعمل جبار في هذا الميدان في هذه البحوث السريريه لكن ربما بروفيسور قرناوط بدون ان نريد ان نزعج اي طرف كان في الستينات والسبعينات والثمانينات ربما كنا في البحث العلمي احسن مما نحن عليه الان كما يقولوا احنا maintenant il y a invisibility كاينه invisibility certes كاينه invisibility هاد لا فيزيبيليتي احنا لابد علينا كما نقولوا نطلقوا نشوفوا كما يقولوا المحركات البحث في لي ريزو نروحوا نشوف كاين سكوبوس كاين الووز الويب اوف ساينس تدخل تكتب اسم نابورت كان استاذ يخرج لك واش شحال عنده من البحث منشور شحال عنده الاندكس اش تاعو حنا كيما نقولوا الحمد لله هذه في كل مجالات لا الا في الطب في كل المجالات في كل المجالات نيبورت كل مجال بروفيسور الحاج حتى لا نحصر نفسنا في ميدان الطب كاستاذ جامعي راك استاذ جامعي تكلم بروفيسور غرناوط على الاندكس اش الوزير الاول كان شرف على تنصيب اللجنه الوطنيه للبحوث العلميه والتكنولوجيات خطوة رائعة وإن شاء الله تروح للأمام لكن تكلم بروفيسور غرناوط قال عندنا واحد مخترع عنده أكثر من 1500 براءة ابتكار دي بروفي دانفونسيون براءة اختراع لكن ترون أن هذه الشجرة التي تغطي الغابة ربما عندنا 10 أو 20 واحد حقيقة رواد في الميدان وعندهم سمعة عالمية لكن أغلبهم ما ينشروا في أي مجلة خاصة من غير طب يعني ما شفنا حتى منشور قال لهنا نصحح كاين في باب الزوار العديد من التجارب اللي في مجلات علمية كبيرة ونتعاملوا انصابل بالنسبة للموديليزاسيون ماتيماتيك نتاع الأمراض مع باب الزوار عندنا أكثر من معايا فقط كان 10 تقريبا 10 قليل عدد قليل جدا لا لا ما هذا في عامين دونك العشر نهضر على باب الزوار لو تقيس بلد كبريطانيا
عنده آلاف، يعني آلاف في السنة آلاف. لا بالنسبة أنا قلت شخص، الشخص ما عندوش أكثر من كي يقدر يدير واحدة ولا زوج، ما يقدرش يدير زوج في عام واحد. دونك باش هادو الالاف كيكونوا كامل الالاف هذيك، لان كم التداخل نتاع تكلمتني من قبل على لافاز 1 2 3 قلت لي يعني نبداو بالكوباي بحيوان التجارب، من بعد نروحوا للخليه، من بعد باش نروحوا هاد لي كم تستغرق هذه؟ انت كي قلت لي الان في سنه ما نقدروش نديروا اكثر من دراسه او اثنين، كم تستغرق معدل؟ لا معدل لانه فيه دراسات تستغرق ربما شهور، كم المعدل من لافاز 1 حتى لافاز 3؟ 10 سنين من فاز 1 لفاز 3 10 سنين، وهذا اقل شيء، كان حتى 15 سنه تجربه واحده بالنسبه للبروموسيون تاع البروموتور تاع الريشير 10 سنين على الاقل، وكان تروح حتى 15 سنه و20 سنه بالنسبه. هذا هو المعدل يعني، هذا هو المعدل العالمي ماشي معدل الجزائر، على المستوى العالمي. التجربه نتاع لافاز 1 تاخذ من عام الى عامين، التجربه نتاع فاز 2 تاخذ نفس الشيء من عام لعامين، التجارب نتاع لافاز 3 ياخذوا اقل شيء 8 سنين 5 سنين، ومن بعد ويقدروا يروحوا حتى 10 سنين. دونك كي دير المجموع المعدل تقريبا 10 سنين، لكن يقدر يفوت. تفضل بروفيسور. في هذه النقطه الاستاذ الحاج يتكلم على الدواء، لا ميز سو لو مارشي تاع ميديكامون. هباك في الميديكامون في لي بايب كاين كيما نقولوا 100 ميديكامون راح يصلح فيهم غير واحد، وهذاك الواحد باش يلحق للانسان للتسويق للانسان وللتسويق لابد من كيما نقولوا لو مينيموم سي 10 ans، يقدر يروح حتى 15 سنه لو مينيموم 10 ans. ماهوش هذا التجارب الاخرين، هذاك لي زيتود الاخرين اللي نديروهم سي دي زيتود اوبسيرفاسيونيل ولا دي ميم دي زيتود انترفونسيونيل، مي لي صدرك راح نديروهم كاين اللي يقول لك في مده 3 اشهر، كاين اللي نديروها في مده 6 اشهر، كاين اللي نديروها في مده عام، وكاين اللي نديروها في مده شهر واحد. هذه التجارب سريريه، ولكن الاستاذ الحاج تكلم على التسويق الدواء، هذاك ملي دي تكون نخرجوا دواء حتى وين التسويق تاعو هي تكون من 10 الى 15 سنه. وكي تكلمنا مقبل على براءه الاختراع، تكلمنا ماشي في براءه الاختراع كاين خاصه في التكنولوجيات كما يقول الاستاذ يتكلمنا عليه، استاذ كاين استاذ حبه بالقسم عنده ما يقارب 1500 براءه اختراع، وهنالك عده كما نقولوا الاساتذه خاصه في الجامعات الجزائر كذلك في الجامعات الجزائريه اللي عندهم براءه اختراع في التكنولوجيات وفي كما يقولوا الاختصاصات اخرى. حنا واش نقولوا؟ حنا حبينا كما يقولوا القاطره تمشي بكل اولاد كما الابناء تاعها في البحث، او قال لك الاستاذ الحاج كان 99 بحث سريري في الجزائر، حنا نحبوا هذا الرقم اون فالو ميتيبلي بار 10 voire même 100. علاش؟ على بها الكفاءه كاين، المرضى كاينين، الكفاءة كاين، الإطار القانوني كاين، والإمكانيات كاين. والإمكانيات كاين. أنا رئيس الجمهورية أعطى كل إمكانيات البحث العلمي وكل إمكانيات وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الصناعة الصيدلانية. يعني الآن ما نقدروش نتكلموا نقولوا ما كاش إمكانيات، لأنه رئيس الجمهورية وفر كل إمكانيات المادية. إذا كان خلل، الخلل راه في جهة واحدة أخرى. لا كما يقولوا كما يقولوا في لا كونستيتيسيون لارتيكل 27 مخصص لو كونساي دو ناسيونال دو لونسينيومون سوبيريور دي تكنولوجي، سي امبورطون. هنا يعني قلت لك كل اشياء مهيئه، لابد من الانطلاقه، والانطلاقه تكون انطلاقه صحيحه، انطلاقه دائمه ومستمره في الوقت. هذا هو الشيء الان، وهذا كل ما نتمناه بروفيسور. لا ان شاء الله، كما نقولوا ان شاء الله، كما نقولوا احنا عندنا راك متفائل. لا عندي تفاؤل كبير. علاش؟ على بها كما نقولوا احنا عندنا كما نقولوا لي لابوراتوار دو ريشيرش، مخابر البحث انا نخدموا فيهم، دي زيكيب انا نمشوا كما نقولوا، كاين كما نقولوا عندنا بحوث تاعك ان شاء الله راك حل الفا اتر بوبلي لي لاندكس فاكتور تاعها، عدد التاثير فيها اكثر من 7 وشيء، حاجه مليحه اكثر من 7. ودركا كما لابد من غرس ثقافه المنشورات، ثقافه البحوث العلميه، ثقافه البحوث
السريرية. بالنسبة للبحوث اللي تكلم عليها البروفيسور الحاج هو تكلم على ليزيسي كلينيك، لكن ليزيسي كلينيك كونسير با كو لو ميديكامون، ليس إلا في الدواء. نعم، هنا تكلمنا كان أربعة أشياء، كان أولا الدواء، ثانيا التشخيص، ثالثا منتجات التشخيص هذا كل لي رياكتيفيتو، ورابعا البروتوكولات الصحيه الموجهه للاستخدام البشري. التشخيص ومنتجات التشخيص والبروتوكولات الصحيه الموجهه للتشخيص، هذوما اربع اشياء. هذه لا تستغرق وقتك بالبحوث السريري للدواء. هذه كما نقولوا ما البحث السريري في الدواء للدواء، البحث السريري للدواء نشوفوا فعاليه لا اسمه فعاليه الدواء نستخدم بارابور دواء متواجد في السوق، نشوفوا اسك له فعاليه كيف لا عنده فعاليه اكثر، نروح نجربوه على مده 3 اشهر، نقدروا نجربوه على مده شهر. كاين دي زيتود لي في مده شهر 3 شهور 6 شهور. هو اللي تكلم عليها مقبل تكلم لي كيما نقولوا اختراع دواء معين، يعني هو يتكلم ربما ناخذه على سبيل المثال هذا لقاح ضد الكورونا، احنا درناه في ظرف قياسي، لكن مشينا بالبروتوكول العادي كان يسرق 15 سنة. لا نعم، علاش على لماذا شد مده قصيره؟ سيتي اون اورجونس سانيتير تري امبورطونت، اي دو كيما نقولوا التكينا على تجارب واحده اخرى في بروفيسور قنوط فيما يخص المسؤوليه. انا نديروا تجارب سريريه في المستشفى. نعم، كاين مسؤوليه، كاين الريسك. نعم، كاين راح نغامروا، كاين مخاطر على المريض. نعم، من يتحمل هذه المسؤوليه؟ هل القانون يوضح المسؤوليه؟ شوف، كل شيء موضح في القانون، كل شيء، حتى ولو يصير له حاجه صغيره كل شيء موضح، موضح للمريض، موضح للطبيب، موضح كذلك لو بروموتور. كامل هذا كما نقولوا هذا لاشين كامل عندهم قوانين موضحه، وكذلك نقدروا ما نستعملوا لو سوجي سان ماشي غير المريض، واحد انسان نديروا لي زيتود دو بيو ايكيفالونس مورفين، نديروها لي زيتود دو بيو ايكيفالونس سور دي سوجي سان اون بو لي فير اي اون نديروهم في مده يومين، صدر يومين متقاسمين، صدر كو في السمانه الاولى يجوا ندير لهم الدواء، والسمانه الثانيه نعطي لهم صدر كل البلاسيبو، نعطي لهم صدر لي دو ميديكامون والاخر، هذوما كاينين. بروفيسور الحاج، في ما يخص نفس السؤال فيما يخص المسؤوليه، المريض او حتى الشخص السليم كما قال البروفيسور غرناوط يريد ان يشارك في هذه البحوث يجب يكون الموافقه تاعو المسبقه. اجباري الموافقه، قلت لك لان البحث ما عنده حتى قيمه الا ما كانش موافقه، ويجيو لجنات من الخارج يشوف الملف نتاع التجربه هذه موجود فيه الموافقه ممضيه من طرف المريض ولا لا. هذا شرط اساسي، هذا شرط اساسي. لا لو لو لا قدر الله يكون اعراض جانبيه تكون فيه ضرر للمريض، هل من يتحمل المسؤوليه؟ او المسؤوليه هو اللي البروموتور نتاع لا ريشيرش اللي حاب يدير لا ريشيرش، لان اول شيء راح يدير تجارب لا سيكوريتي نتاع هذاك لا توليرونس لا سيكوريتي نتاع هذاك لو برودوي قبل ما يلحق للانسان، هو اللي راح يتحمل المسؤوليه، لهذا راح يتوقف الى لقاء اي شك واي ضرر. بالنسبه للاعراض الجانبيه راه نتكلموا اعراض جانبيه كما في الادويه اللي موجوده اللي ناخذوا فيها فيها اعراض جانبيه، بالنسبه للتجارب السريريه يقدر يكون أعراض جانبية، لكن الأعراض الخطيرة محطوطة في القانون واش لازم يدير، لكن قليل باش نلقاو أعراض خطيرة بالنسبة باش بور لي تريتمون. نعطيك مثال بور لي تريتمون إينوفون، ربما يجي مخبر يقول لك أنا عندي دواء جديد يقدر يكون عنده فعالية كبيرة، لكن هذا الدواء مازال ما جربوهش أصلا، هل يمكن نديروا اتفاقية مع المخبر هذا ونجربوه في مستشفى من المستشفيات الجزائرية؟ كيف تكون البروسيس تاعو؟ كيف تكون مراحل هذه التجارب؟ يعني دواء ما نعرفوش اصلا، ما نعرفوش اصلا، لازم يجوز اولا على الخلايا على الكوباي الحيوان في المخبر، ومن بعد خلايا الحيه نتاع الانسان، لكن في اليوتيوب ماشي على الانسان، ومن بعد باش نروحوا لافاز اون، لافاز اون على الانسان غير مريض ما عنده حتى مرض، باش نشوفوا الى كيف راح يتحمل هذاك الدواء، ونبداو مقسوم على 10 الدوز اللي اعطيناه للكوباي.
دونك عطينا له هذيك لا دوز الكوباي وشفنا واش كيفاش دار، نقسموا هذيك لا دوز على 10 باش نعطوها نبداو اول تجربه ونشوفوا الاثر الرجعي على شهور على حتى سنوات على سنوات. الملف نتاع التجربه السريه لازم يكون الارشيف نتاعو اقل شيء 15 سنه. إنسان اللي دار تجربة لازم يقدر يكون الملف نتاعهم موجود، لازم يكون موجود ويقدروا أي الخبراء يشوفوا الملف هذا المدة نتاع 15 سنة. بعد 15 سنة قليل باش امبوسيبل باش يكون أعراض نتاع دواء بعد 15 سنة. كنت حبيت نزيد باش امبو ترونكيليزي لي جون، قليل باش نحكوا الانسان راه اتخذت كل الاجراءات بالنسبه له، وباش ندار باش نحكوا لي فاز اون ما راهمش يداروا في الجزائر، راهم يداروا في عدد قليل من الدول الاوروبيه لان تحتاج مخبر على مستوى كبير من الاجهزه اللي مش موجود في الدول الناميه، وحتى في اوروبا في اوروبا تلقى مخبر او اثنين فقط اللي يديروها، واوروبا كامل تروح لهذاك المخبر. في امريكا نفس الشيء، دونك المخابر نتاع لا فاز اون قلال في العالم موجودين، لكن قلال لانه من لهنا راهم ياخذوا كل الاحتراسات اللازم بالنسبه لانه راح يجي انسان سليم ما عنده حتى مرض، ما عندوش الحق يخرج عنده اي مرض هذاك الانسان. شكرا. بروفيسور غرناوط، انت كلمتني انكم قمتم بدراسه سريريه فيما يخص سرطان الرئه، احنا نشوفوا في علم السرطانات لا ريشيرش البحث العلمي جد متطور، كل ما نصفحوا المجلات العلميه الرائده نشوفوا في هذا العلاج السرطانات تقنيات جد حديثه، لكن للاسف احنا البلدان تاعنا اخر من يتطرق لهذه التكنولوجيات لانه ما شاركناش في هذا أبحاث سريرية. هل يمكن أن نشارك في أبحاث سريرية في التكنولوجيات الحديثة وبالمقابل نتلقى هذه العلاجات من أوائل الدول؟ يعني إذا الجزائر شاركت في بحث من حقها أن تطلب هذا الدواء من أول وهلة. إحنا كما يقولون الحمد لله كما يقولوا كلمة المغامرة بحياة المريض الجزائري ليست موجودة في القاموس، قاموس القانون الجزائري وكذلك في قاموس الممارسة اليومية في العمل تاعنا في المستشفيات. حقيقة استدرك الأجهزة هنا عندنا كما نقول أجهزة جد متطورة في الجزائر، هنالك كفاءات عالية، لابد من تحفيز هذه الكفاءات لاستعمال هذه الأجهزة بدون المغامرة بصحة المريض الجزائري. النقطة الثانية، هنالك عدة فرق كما يقولون في الطب الأورام الأونكولوجي لهم يشاركوا كما يقولوا دخلوا في البحوث السريرية، مي بحوث سريرية صدر كل اوبسيرفاسيونال ولا تيرابوتيك كاينين. حنا الشيء كانت المهم لو كان كل الناس اللي هم يديروا لي تستحهم الاطروحات تاعهم ويديروا لهم كما نقولوا المنشورات تاعهم، والله شوف نلحقوا كما نقولوا عدد هائل من المنشورات والمشاركه فعاله تاع الاستاذ الجزائري في الصعيد العالمي. علاش؟ كاين قلت لك الكفاءات. حنايا لو بروبليم تاع اون في دي تيز مي ني سون با بوبليي. لو دوزيام بوان هاد لي تيز ميم سي نروحو نديرو لا بوبليكاسيون تاعهم، الحاجة الأولى واش يطلب لك كيما نقولو هاد كيما نقولو ساينس وتكلمت على نيتشر ايتو، الحاجة الأولى يتكلمك يقول لك اسك عندك لوتوريزاسيون تاع الكوميتي ديتيك، الحاجة الأولى. لو كان ما عندكش لوتوريزاسيون تاع الكوميتي ديتيك ما نقدروش نستعملوها. تكلم الأستاذ الحاج على الموافقة، الموافقة هو الشيء الحاجة الأولى مقبل من انطلاقة في البحث السريري، لابد على المريض يدير الموافقه تاعو لو كونسونتمون، ولا بد علينا حنايا نفهموا له واش هي هذا البحث كامل كما نقولوا المراحل تاعو كامل نفهموها ونفهموها له باللغه اللي يفهمها
باللغه اللي يفهمها لازم نفهموها له ونقولوا له هاولك لو كان ما يفهمش هذاك ما يقدرش ياخذ نشوفوا البارون تاعو باش نفهموا له كامل المراحل باش كي قلنا ايه يسيني يمضي على الورقه. لكن في العلاجات الحديثه بروفيسور غنوض نعم. انا سالتك على الليمينوثيرابي لا كريوثيرابي خاصه في امراض السرطان احنا اون با اكسي لالجيري نا با اكسي لهذه لي نوفيل تكنولوجي هل هذه الابحاث السريريه راح تخلينا لو نديروا اتفاقيات مع المخابر الكبرى او المعاهد معاهد البحث العلمي هل تخلي المريض الجزائري يكون عنده فرصه انه يتلقى هذا العلاج من الاوائل؟ شوف كما يقولوا لي تريتمون انوفون سيغت كاين لي تريتمون انوفون ما يقولش واحد ما يكاين كاين كاين إليا بوكو دو تريتمون انوفون كاين بعد بعد كيما نقولوا دي موليكول اللي ناقصين اللي ان شاء الله كيما نقولوا الجزائر سوف تقتنيها كيما نقولوا الدركات ولا ابخي تقتنيها تقتنيها. نهضروا على لاكريوثيرابي لازير كاين لاكريوثيرابي كاين لازير مي حاجه اللي نقولها لك صح ماشي في كل المستشفيات. حنا لا حبذا ان شاء الله يكونوا مراكز سيدر دي سونتر دو ريفيرونس مراكز مرجعيه في الجزائر في الشرق في الوسط في الجنوب و في الغرب يكونوا مراكز مرجعيه اللي كما نقولوا لعلاج هذه المرضى. علاش؟ هل ما نقدروش نديروا اجهزه ثمينه والتكنولوجيا جد عالية في كل المستشفيات؟ هذا شيء مفروغ منه. وصلنا إلى نهاية الحصة. بروفيسور غرناوط، سؤال أخير، هاد التجارب السريرية وقع فيها جدل كبير، هل هي تحت وصاية وزارة التعليم العالي أو وزارة الصحة أو وزارة صناعة الصيدلانية؟ كما يقولوا هذا السؤال أو معنا الأستاذ الحاج اللي راح يتكسرك اللي عنده خبرة كبيره في كما نقولوا احنا نعرفوا الاستاذ الحاج منذ كما نقولوا سنوات كان قديمة. مدير عام الخدمات الصحيه عنده اكثر من تقريبا 30 سنه في وزاره الصحه، لكن الوصايه تحت وصايه من؟ استاذ الحاج تفضل. بروفيسور الحاج، هي تجربه سريريه تندار في كما يقولوا كلينيك في السرير نتاع المريض اللي كامل لي زيتاب نتاعها لازم تمر على وزاره الصحه. دونك وزاره الصحه هي اللي راح تقدر تقول هذه التجربه تندار في المستشفى هذا عند الطبيب هذا ولا لا لا. بالنسبه لكن فيه تعليمه رئاسيه نظن تقول انه هذا كاين تجارب سريه تحت وصايه وزاره الصناعه الصيدلانيه. اندارت باش تسهل التسجيل نتاع الادويه، لكن بالنسبه لتيك انترناسيونال ما يقدرش تكون هو جوجي بارتي، هي تصنع الدواء وهي اللي تعطي له. يعني المريض اذا هو متواجد في المستشفى هو تحت مسؤوليه الطبيب، والطبيب والمستشفى ومدير المستشفى تحت مسؤوليه وزاره الصحه. اذا صار اي حاجه راهي تحت يعني يجب تعاون كل الوزارات حتى وزاره التعليم العالي في هذه التجارب السريريه. فعلا. كلمه اخيره وصلنا للنهايه. التجارب السريريه اول لازم تكون عندنا ماشي لا بوليتيك ثقافه التجارب السريريه في الجزائر. هذا الشيء اللي شفناه في افريقيا تنزانيا كينيا مصر قاموا بهذا الشيء باش قدروا يرفعوا من مستوى الطب نتاعهم. ونتمنوا نقدروا نغرسوا هذه الثقافه في ذهنيات كل الباحثين تاعنا. 10 ثواني بروفيسور عمر. 10 ثواني نقول لك كل مراحل البحث السريري تنجز في المستشفى، كل مراحل تنجز في المستشفى. الحاجة المهمة هي غرس ثقافة البحث السريري في ذهن كل ممارسين الصحة في الجزائر، سواء أطباء صيادلة كل شيء كل لابد الصيدلي يكون في اللجنة. الصيدلي لازم يكون في اللجنة. دونك العمل هو عمل كبير اللي هو يستنى فينا. لابد كما يقولوا الانطلاقة، وقلنا الانطلاقة تكون انطلاقة صحيحة مستمرة
وان شاء الله تكون كما يقولوا. وهذا كل ما نتمناه، حتى انه الجزائريين اللي تكلم عليهم البروفيسور غرناوط الباحثين تاعنا اللي عندهم سمعه عالميه كما البروفيسور حبه، البروفيسور حبه نذكروا انه كل لي بروفي تاعو ما دارهمش في الجزائر لكن دارهم في خارج الجزائر، هو الان هو في امريكا يعني محسوب على امريكا. حنا نتمناو كل هاد الباحثين تاعنا وكل هاد البروفيسورات وكل اساتذه الجامعيين يعودوا للجزائر حتى يكون عندنا تفاؤل تاع البروفيسور غرناوط. زيد كلمة تفضل. ولابد تسليط الضوء على كل الباحثين المتواجدين حاليا في الجزائر بدون إقصاء ولا تهميش. نعم هنالك باحثين، وهذا كل ما تمناه، وإن شاء الله يوفقنا الله عز وجل حتى ننطلق وتكون الانطلاقة صحيحة ونديروا هذه البحوث، والبحوث تاعنا يكون عندها سمعة عالمية. أشكر بروفيسور مرزا قرناوط على حضوره معنا، بروفيسور محمد الحاج. أعزائي المشاهدين نلقاكم في عدد جديد من برنامج أديان، مع السلامة.